الجمعية الوطنية للشرفاء الأدارسة الجهة الشرقية فرع بركان تحت إشراف مولاي عبد القادر العيادي البوشيخي. قامت هذه رابطة الشرفاء الأدارسة بتنسيق مع جمعية الأفق المعطف وجماعة بني بويفرور بوضع قافلة طبية رهن الساكنة. شملت هذه القافلة فحوصات مجانية على داء السكري والكشف على ضعاف البصر، وتفاق العدد أكثر من 800 مواطن ومواطنة استفادوا بفحوصات مجانية تشملت تحاليل الداء السكري والضغط الدموي وارتفاع الحرارة، وكما شملت فحوصات مجانية على تصحيح البصر. وهذا الكشف الطبي كيشمل إعطاء نظارات مجانية لهذه الساكنة. اللي كنشكروا هذه البادرة ديال رابطة الشرفاء الأدارسة ونتمناها تكرر مرات أخرى إن شاء الله. وكنشكروا السلطات المحلية اللي شجعتنا، وكذلك السيد أحمد بن طلحة رئيس الجماعة بني بويفرور والمجلس المسير للجماعة ديال بني بويفرور، وكذا السيد محمد بن تاميمونت نائب الرئيسة ديال جمعية الأفق للمرأة والطفل للدعم ديالهم ومساهمة في هذه الفحوصات المجانية لهذه الساكنة. على ذكر جمعية الأفق للمرأة والطفل، يمكن تعطينا واحد ورقة تعريفية على هذه الجمعية ديالكم؟ جمعية المرأة والطفل كتهتم بالمرأة والطفل وكتدعم المرأة في الميادين محاربة الأمية والتأطير القانوني كشرح مدونة بعض فصول مدونات الأسرة، وكذلك عندنا فرشة ديال الخياطة والطرز وفرشة ديال روض الأطفال. كما أن جمعية الأفق للمرأة والطفل هي جمعية الساهرة على مركز الاستماع لنساء ضحايا العنف بإقليم الناظور، وتحت الإشراف ديال النائب ديال السيدة الرئيسة السي محمد بن تاميمونت هو المشرف على المركز الاستماع لنساء ضحايا العنف. شحال تنعطيو على المنطقة مثلا؟ تنعطيو واحد 200 كادر، هادو اللي سنين هما اللي تتعطاو غراتويتي تسالاو تيوقف البروغرام، شنو دار هو على رقبتي؟ مشى عند الشرفاء وهو وجمع وخلص شحال؟ 1200 كادر تقريبا 25000 درهم. راه عندي الوثيقة اللي مسني عليها وقدمها للسوسيتي ديال لي كادر وقال لك هذه بغيتها تعطى غراتوي للمنطقة. هذا مو الشيء، هذا علاش عندنا، هذا علاش عندنا عزيز. ولهذا تنقولها لكم علاش. وقالها لي، قال لي الا جيتي غادي تشوف علاش ديك الناس، علاش انا داير هكا. لانه قلت له بقيت تنضحك، حنا قلت لكم في القهوه جالسين ملي تنجبدوا الناس هذه المنطقه بيدينا بلا ما تنشعروا تنديروا بيدينا الناس ديالها، ماشي ديال الاصحاب، الناس ديالها ديال كود ديال نيشان، فهمتي؟ الناس ديال اما سير عندهم بالمعقول واما ما تضرش بهم. وتنا يعني غادي تسمحوا لنا بعض النقطه. كاين المشكل ديال الكومينيكاسيون هو اللي فسرته الصباح لسعاده الرئيس بن تاميمونت. كاين شي مسائل تتكون الكومينيكاسيون البنات ما تعرفوش يتفهموا مع الناس. تجيك المراه كبيره ودغيا العيال ديالنا تيزعفوا البنات، مساكن تيكونوا يصبروا مره جوج. هما يربيوني، هما انا الا غلطت مع الناس بالمنطقه يربيوني ونحني راسي. علاش؟ لان مصلحتي
راه ما عمرنا تعلمنا شي حاجه. راه الا غلطت شي وحده او شي اخ من الفريق فهذا تيعني راه ماشي جمعيه غلطت، تيعني بان انت راك غلطتي الا ما عطيتهاش لا رومارك ولا ما جرتيهاش وقلتي لها شوف لا لا هذه راه سمعتنا هذه راه مصداقيتنا انتم غتسالونا شات غتمشيو مثلا تاع القضاء وغيخليو السمعه طيبه. انا تنقولها عافاك عافاك الشكر الجزيل للسي حسن شي تصفيقات حاره على الشباب. الفيج الاول ديال القافله وثاني تنحيوا السي يونس هو رئيس القافله. انا كنقولها فيهم بيبي الاجتماع اللي دابا خصصتو حالا واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه درنا واحد الاجتماع انا وساعه الرئيس وساعه الرئيس ديال الشؤون الثقافيه عطى السي يونس ثلاثه ديال البلس سكي في الدرجه اولى، عطى السي حسن ثلاثه ديال البلس درجه اولى، فهمتيني؟ فلهذا نسقوا عليهم تنجوجوهم على المبادره ديالهم وتشكرهم لان انتم اللي تشكرهم على المجهود. اما البات بقيت يبقى غير اجر صراحه. راه عندهم هما توقيت باش يخدموا توقيت باش يتغداو وتوقيت باش يستراحوا، هاد التوقيت راه عدمتو منهم. تنقول لهم خدموا لي غير مع البشر غير كملوا اجركم لله، وحنا يلاه عندنا واحد البركه قليله باش نقولوا لهم هادو هما مبادرات التشجيعات ديالكم هادي والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اجي نجتمع الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا، ونسألك اللهم العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك اللهم الغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا لطيف نسألك اللطف في مجرد في المقادر. اللهم يا حفيظ نسألك الحفظ في مجرد في المقادر. اللهم صل على سيدنا محمد ألف صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قول أن السلطان اللهم انصره نصرا عزيزا. اللهم انصره نصرا عزيزا نصرا ترفع به راية المسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده المولى الحسن وشد عضده بمولى الرشيد وسائر الأسرة العلوية إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.